أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لتسليط الضوء على محافظة شبوة وتعقيدات الملف الأمني والاقتصادي فيها. قالت مصادر محلية أن قوات مدعومة من دولة الإمارات سيطرت على مناطق واسعة في محافظة شبوة. أوضحت المصادر أن الطلائع من قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات سيطرت على مناطق في مديريات الدهر وحبان وعزان. ورجحت المصادر أن تنتشر تلك القوات حول أنابيب النفط والغاز ومواقع الشركات النفطية. هذا ولا زالت أجزاء واسعة من المحافظة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تستميت في الحفاظ على تواجدها لأسباب جيوستراتيجية وأمنية. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا تستميت الميليشيا للحفاظ على وجودها في محافظة شبوة؟ وهل ملف النفط والغاز علاقة بتشكيل قوات النخبة الشبوانية؟ وما الذي تريده الإمارات من محافظة شبوة؟ الكل أعينهم على شبوة، هكذا بدت الصورة مؤخرا، ولكل طرف من هؤلاء أجندته الخاصة. فبينما أظهرت الميليشيا استماتة كبيرة في القتال في هذه المحافظة، وذلك لأسباب كثيرة أهمها الحفاظ على طرقها السرية في تهريب السلاح، بالإضافة إلى منع الشرعية من الوصول إلى آبار النفط والغاز واستثمارها كونها ما زالت على مقربة من الخطر. وليس ذلك جل ما يهم الميليشيا، فهناك بعد آخر يقول آخرون، فلشبوة أهمية بالغة في مسألة الوحدة اليمنية كونها أداة ربط بين شمال اليمن وجنوبه. تشبث ببيحان كما أشرنا أنهم يعتبروا هذه المديريات مديريات ثروة، ثم لأهميتها فيما يخص الوحدة اليمنية أو الربط بين الشمال والجنوب. ذلك بالنسبة للميليشيا، وذلك أيضا ليس الخطر الوحيد الذي يتهدد شبوة. مؤخرا بدت تحركات جديدة تجري في هذه المحافظة، تمثلت في تشكيل قوة جديدة من خارج أنساق الشرعية تحت مسمى النخبة الشبوانية، وبدت تتوالى تباعا وعلى دفعات مجهزة بأحدث العتاد. وبحسب مراقبين فإن هذه القوات تمثل في مهامها وأغراض تشكيلها قوات الحزام الأمني في عدن والنخبة الحضرمية، وهي أيضا تابعة لذات الجهة التي تتبعها القوتان السابقتان. وعليه قد يتساءل البعض لماذا شبوة، والإجابة هنا لا تحتاج إلى جهد كبير إذا ما تم النظر إلى إمكانيات المحافظة في إنتاج النفط والغاز، علاوة على أنها المنفذ الأهم في تصدير المشتقات النفطية إلى الخارج. وليس ذلك كل ما يخص شبوة من منظور تشكيل القوات الجديدة، بل إن البعض يذهب إلى القول إنها تأتي ضمن مخطط إحكام السيطرة على محافظات جنوب البلاد وجعلها قطاعات منفصلة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا المحلل السياسي صالح الجبواني. سيد صالح مساء الخير. مساء النور. سيد صالح، لو بدأنا بالنقاش من حيث أهمية محافظة شبوة وأيضا استماتة الميليشيا في القتال على أراضيها. محافظة شبوة محافظة مهمة من حيث الموقع الاستراتيجي، فهي تقع في وسط البلاد، تقسم الجنوب شرقا وغربا، أيضا تطل على محافظة مأرب والبيضاء، فهي نقطة قلب داخل البلد كله. لذلك من يسيطر على هذه المحافظة يستطيع التحكم في المشهد السياسي والأمني والعسكري كله. طبعا الميليشيا تتمسك بمديرية بيحان وهي شمال محافظة شبوة. هذه المديرية استراتيجية من حيث الموقع، ثم إنها تمتلك مخزون هائل من النفط والغاز في جوفها، ثم أن امتلاك منطقة مثل بيحان مهم جدا في المساومة السياسية وفي الحلول التي يتطلعون إلى أن يصلوا إليها. طبعا هم وصلوا إلى عتق، وصلوا إلى
حبان، لكن كانت المقاومة شرسة جدا، تم حصارهم، تم عزلهم سكانيا، فلم يستطيعوا الاستمرار. لكن طيحان لديهم خط اتصال مع قواتهم في البيضاء وتمدهم بالعتاد وبالتموين واللوجستيك، لذلك ظلوا متمسكين في بيحان إلى هذه اللحظة. نعم، ابقى معي سيد صالح، سأعود لأستكمل معك، ولكن دعني أرحب بضيفي الآخر من العاصمة الأردنية عمان، المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الناصر، ريثما يعود أعود لأستكمل مع ضيفي المحلل السياسي من لندن صالح الجبواني. سيد صالح، يعني من الملاحظ أن هناك قوات جديدة بدأت تتشكل في محافظة شبوة، وتحديدا هناك قوات أطلق عليها مسمى النخبة الشبوانية. هذه القوات، بينما هناك مناطق كثيرة ومديريات كثيرة بالمحافظة تشهد مواجهات، هذه القوات لم تتوجه إلى تعزيز جبهات القتال في مناطق المواجهات، وإنما ذهبت إلى مناطق الثروات التي يعني سبق وأن تم تحريرها. نعم، هذه النخب أو الأحزمة الأمنية التي أسست الإمارات في نقاط ضعف كبيرة جدا فيها، ثم أنها ليست للمواجهة مع الميليشيا الحوثية والميليشيا الصالح، لكن هي مهمتها داخلية وهي ذراع للإمارات العربية المتحدة. لكن أهم الملاحظات التي ممكن نسجلها على هذه النخب، سواء النخبة الشبوانية أو الحضرمية أو الحزام الأمني في عدن أو الألوية التابعة لعيدروس أو الأمن التابع لشلال، فمن أهم الملاحظات عليها أنها نخب مناطقية قبلية، بمعنى أن كل محافظة صار لها جيشها الخاص، وهذه النخب حتى داخل المحافظات ليست من كل الطيف الشعبي في هذه المحافظات، ولكنها تركز الإمارات على بعض المناطق وبعض القبائل. لكن هنا سيد صالح، يعني التساؤل، لماذا تتجه دولة الإمارات لتشكيل قوى ذات توجه مناطقي في المحافظات الجنوبية؟ هذا السؤال الكبير الذي ظللنا نردده ونطرحه في كل محفل وفي كل لقاء وفي كل اجتماع، أن الإمارات بهذا السلوك تخلق جيوش محلية، هذه الجيوش تتصادم في ما بينها في مرحلة لاحقة، تكون هناك حرب أهلية، إذا كان حضرموت لها جيش وشبوة عندها جيش وأبين جيش وضالع ولحق وما إلى ذلك. أين الجيش الوطني اللي يفترض أن هذه القوات تكون جزء منه؟ أين قوات الأمن الذي يفترض أن هذه النخب تكون جزء منها؟ لا يوجد. هذه مجموعات عسكرية قبلية مناطقية، لذلك دعنا أن نخمن أنه الإمارات توجهها تفكيكي في الساحة اليمنية، ليس لديها توجه لدعم مشروع وطني متكامل، دعم الدولة بشكل كامل، لكن هذا المشروع هو مشروع تفكيكي بكل معنى الكلمة. يعني أيضا هي تريد الإمارات أن تضع يدها على المرافق الحيوية، يعني مثل حقوق النفط والغاز والأنابيب والموانئ، تريد أن تسيطر على بعض المدن الرئيسية لكي تخضع السلطات المحلية في هذه المحافظات لإرادتها. الآن الإمارات في المحافظات الجنوبية هي الحاكم الأول والأخير، الوجود وجود الدولة هو وجود شكلي نوعا ما. صحيح، نعم، هناك في عدن الحماية الرئاسية إلى حد ما تشكل نوع من التوازن، لكن بقية المحافظات ولا يوجد فيها أي تواجد للدولة. ونحن قد حذرنا من السابق أنه شبوة مثلا هي ورقة رابحة بيد الشرعية اليمنية، ثم أن جماهير شبوة في أغلبيتهم يؤيدون الشرعية اليمنية،
وطالبنا بتشكيل إعادة بناء الجيش الوطني، إعادة بناء قوات الأمن في هذه المحافظة، ولم يتم شيء غير محاولات خيولة في جمع بعض العسكر المنقطعين في محور عتب وفي إدارة الأمن، لكن هذا ظل جهد منفصل ومنعزل عما يجري وبدون إمكانيات وبدون دعم بدون مرتبات. فالآن النخبة سأعود لك سيد صالح ونستكمل النقاش حول هذه النقاط، لكن يبدو أن المحلل السياسي عاد مجددا السيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. سيد عبد الناصر، لو بدأنا من حيث الأهمية الأمنية والجيوستراتيجية لمحافظة شبوة. تحية لك ولضيفك الكريم. يعني محافظة شبوة أهميتها الجغرافية أنها تقع بين أكثر من محافظة، محافظة حضرموت ومارب وأبين والبيضاء وكثير من محافظات الجمهورية، وبالتالي هي تلتقي مع محافظات مركزية، وهي تمثل تقريبا من الناحية الجغرافية وسط اليمن تماما، بمعنى أنها هي المحافظة التي تربط محافظات شرقية بمحافظات شرق اليمن بغرب اليمن. إضافة إلى ذلك، شبوة تقع فيها أكبر محطة، أكبر منشأة اقتصادية من حيث القيمة، وهي محطة بالحاف لتسييل الغاز، وكذلك يوجد بها بعض المناطق النفطية المنتجة للنفط. ولهذا هذه الأهمية تضاف إلى أهميتها كمنطقة جغرافية رابطة بين مناطق حيوية في اليمن، وكل هذه الأمور تجعل من السيطرة على هذه المحافظة أو الفوضى في هذه المحافظة تنعكس على مجمل اليمن، وتحديدا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، لأن عدم الاستقرار في هذه المنطقة في هذه المحافظة يؤدي تلقائيا إلى توقف عمل أو استمرار توقف عمل منشأة بالحاف، وهو ما يحرم الدولة من عوائد تعتبر ضرورية في هذا الوضع الاقتصادي، إضافة إلى ذلك حرمانها من منتوج النفط في محافظة شبوة. وإن كان إنتاج النفط في ظل الفوضى ربما يتم إنتاجه بشكل من الأشكال، لكن محطة بالحاف لا يمكن أن يعاد تشغيلها ما لم يكن هناك استقرار كامل وشامل في هذه المحافظة وكذلك محافظة فيما يخص المحطات النفطية. سيد عبد الناصر، هنا لو قاطعتك، يعني هناك في تشكيل وحدات عسكرية من قبل أو قوات عسكرية من قبل دولة الإمارات، هذه القوات بدل أن تتجه إلى الجبهات ذهبت يعني للمناطق النفطية ويعني الإحكام سيطرتها عليها. هل هذا التوجه يأتي في إطار الحفاظ على هذه الثروات خدمة للحكومة الشرعية، أم يعني برأيك يعني ترتبط بأجندة محددة؟ المنشآت الحيوية والنفط بشكل عام ينبغي أولا أن يكون ثروة سيادية لجميع أبناء اليمن من جميع المناطق، نفس الحصة ونفس الملكية، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون نفط مارب أو غاز مارب لمارب ونفط شبوة لشبوة ونفط حضرموت لحضرموت. هذا من حيث المبدأ، ينبغي أن يكون أن تكون هذه الموارد هي موارد سيادية لجميع أبناء اليمن نفس الحق فيها، لأن فتح الباب أولا أن نقول أن هذا نفط شبوة أو هذا نفط مارب سنفتح الباب أمام صراعات محلية على هذا النفط بين المشايخ وبين القبائل وبين المناطق، وهذا الأمر سيؤدي إلى توقف الإنتاج في هذه المناطق. الأمر الآخر، ينبغي أن تكون هذه المنشآت التي هي منشآت سيادية ينبغي أن تكون تحت إدارة سلطة مركزية وقيادة عسكرية واحدة ومشتركة، لأن تمكين هذا الطرف تحت أي مسمى جهوي أو مسمى حزبي من أن
يكون مسؤولا عن هذه المنشأة أو هذا المورد المهم هو نوع من العبث الذي يؤدي عمليا إلى توقف إنتاج هذه المنشآت، أو في أحسن الأحوال يتم الإنتاج ويتم تقاسم هذا الإنتاج بين قوى كثيرة أشبه بتقاسم اللصوص، وليس التعامل مع هذه الموارد المهمة. لكن أيضا هناك من يتهم دولة الإمارات بالسعي لبسط سيطرتها على الموارد والثروات في محافظة شبوة. يعني لا يستطيع نقول أنها الثروات، أن الإمارات الهدف هو الثروات. الثروات يبدو أولا هذه الثروات هي ليست بتلك الضخامة التي نقول بأن الإمارات الغنية بالنفط ستأتي لتستولي على نفط اليمن، ولكن لأهمية هذه المناطق فيما يتعلق بالشق السياسي العسكري، بمعنى أنه عندما تكون هناك سلطة محلية يتم دعمها، هذه السلطة في حال وجدت موارد نفطية تدعم هذه السلطة، وهذه الحالة هي لن تنجح تماما. لا يمكن استنساخ نموذج كردستان العراق في اليمن. كردستان العراق في اليمن هناك سلطة ذاتية، الحكم الذاتي في كردستان كان لديها من القدرة ومن الكفاءة ومن الإمكانية ومن الدعم الخارجي الذي أدى إلى أنها تسيطر على موارد إقليم كردستان العراق. في اليمن الأمر مختلف تماما، الثروة هي متداخلة ولا يوجد ثروة خالصة في منطقة ما، وتحديدا في منطقة شبوة ومنطقة مارب. هناك في مارب وشبوة المنطقة المشتركة لإنتاج النفط التي تسمى جنة هنس، هذه المنطقة هي مشتركة بين مارب وبين شبوة، إضافة إلى ذلك محطة بلحاف تقع في شبوة ولكن الغاز يأتي من مارب، لا يوجد غاز في شبوة ولا في حضرموت، الغاز يأتي فقط من مارب. وبالتالي لا يمكن أن تسيطر على منشأة بلحاف جهة بينما تكون مارب تحت سيطرة جهة أخرى. لهذا السبب أي عملية من هذا القبيل هي عملية فاشلة، وستؤدي كما ذكر ضيفك الكريم إلى إنشاء جيوش محلية، جيوش محلية تكون هي فقط خميرة للحرب أهلية بين هذه المناطق، عندما يكون هناك نخبة حضرمية ونخبة تهامية ونخبة صنعانية ونخبة شبوانية ونخبة غيرها من هذه المسميات. معنى ذلك بأننا بننشئ جيوش تتحارب فيما بينها البين، وجيوش أيضا في داخل كل محافظة أيضا ستوجد قوة أخرى تتصارع مع هذه الجيوش. هذه هي من علامات انهيار الدولة وليست حالة صحية. الحالة الصحية أن تنشأ أو أن تكون أي قوات هي تحت السلطة المركزية الواحدة للجمهورية اليمنية. ولهذا هذه الجيوش التي يتم إنشائها في أي مكان هي فقط تضخ مزيد من الفوضى والصراع والحرب. تحت أي مسمى وتحت أي هدف، أكان محاربة الحوثيين أو محاربة القاعدة أو محاربة أي جهة أخرى، هذه القوات في الأخير ستتحول إلى قوة تعيق قيام الدولة أو استعادة الدولة. وضحت الفكرة سيد عبد الناصر، سأعود إليك لكن سأذهب إلى ضيفي الآخر المحلل السياسي صالح الجبواني. سيد صالح، كلنا يعرف أن هناك أهداف للتحالف العربي واضحة انطلق من أجلها في اليمن، لكنك حسب حديثك يعني قبل قليل تحدثت أن هناك توجه تفكيكي لدولة الإمارات في المناطق المحررة. لماذا هذا التوجه بينما هناك أهداف واضحة انطلق من أجلها التحالف؟ واضحة يعني أهداف مشبوهة بكل معنى الكلمة، ذلك أن أنشأت هذه الجيوش المناطقية والقبلية ووضعت يدها حتى على البنك المركزي في عدن كما تنهى إلى علمنا، يعني لا يخرج أي مبلغ إلا بإشراف الإمارات، كذلك توزيع النفط والغاز داخل المحافظات التي تقع تحت إشراف الإمارات لا يتم إلا بواسطتهم،
الأمور كلها في المحافظات الجنوبية تقريبا آلت إلى الإمارات العربية المتحدة. لكن لماذا هذا التوجه التفكيكي؟ هذا التوجه التفكيكي ربما يخدم أهداف قوى أخرى لا نعلم عنها في اللحظة الراهنة، تشتغل الإمارات كوكيل لها في هذه المنطقة. الإمارات حاربت الربيع العربي وحاربت ثورات الشعوب العربية ودافعت عن الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة، ولديها أجندة طويلة عريضة في هذا الاتجاه. ما يحصل في ليبيا واضح، ما يحصل في فلسطين من حصار لغزة بهذا الشكل المفجع والمؤلم، ما يحصل لدينا في اليمن، ما يحصل في مناطق كثيرة. يعني الإمارات تؤدي دور سلبي واضح. هذا نحن ليس لدينا معلومات عن ماذا تريد الإمارات، ما هي أهدافها النهائية في الموضوع، ولكننا نحن نقرأ المؤشرات الموجودة أمام أعيننا. نقرأ هذا التوجه التفكيكي مثلا بداخل شبوه، النخبة الشبوانية هي نخبة لبعض المناطق والقبائل ولم تضم بقية أنحاء المحافظة. إذن كيف بيشتغل؟ يعني بيشتغلوا وهم بهذا الشكل القبلي الفاقع الذي لا يغطيه ولا يستر شيء. هنا بتحصل احتكاكات حتى في داخل المحافظات، بداخل المحافظة الواحدة نفسها. فهذه المؤشرات دليل خطر، هذه المؤشرات دليل تفكير، هذه المؤشرات دليل أنه المشروع لدى الإمارات ليست هزيمة الانقلاب في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية، ولكن لديها مشروع مختلف كان على القيادة الشرعية من وقت مبكر أن تبدأ في نقاش مثل هذا الأمر مع قيادة التحالف العربي، مع المملكة العربية السعودية، ولكن لا ندري. لكن اليوم هل يمكن القول سيد صالح، يعني اليوم هل يمكن القول أن المحافظة الآن باتت تشهد صراع نفوذ وكل له أجندة مختلفة بين من ومن؟ ما فيش حد موجود في شبوه إلا الإمارات الآن. يعني السلطة المحلية ضعيفة ولم تدعم أبدا من أي طرف آخر، كما ذكرت لك أنا في البداية. هناك سلطة شرعية في المحافظة، هناك أيضا جيش وطني يقاتل في الجبهات. الجيش الوطني قاتل في بيحان، موجود اللواءين في أو ثلاثة ألية في بيحان. النخبة هذه لن تذهب إلى بيحان ولن تذهب تواجه الحوثي. هذه النخبة ذهبت إلى العقلة حيث الحقول النفطية، ذهبت مناطق امتداد الأنبوب النفطي، ذهبت للسيطرة على ميناء بالحا في الغازي، ذهبت مناطق يعني حتى العاصمة عتق، يعني تركوها للواء الموجود في داخلها ولقوات الأمن. يعني هذه قوات محدودة العدد والعتاد. الإمارات تذهب بالقوات إلى المناطق الحيوية. نعم، لكن هناك من يقول أن من ضمن أهداف تشكيل سيد صالح، هناك من يقول أن من ضمن أهداف تشكيل قوات النخبة الشبوانية إحكام السيطرة على المحافظات الجنوبية وإبعادها حتى عن سيطرة الشرعية. هي مبعدها أصلاً، هي مبعدها الآن حالياً عن سيطرة الشرعية. فوجود الشرعية وجود شكلي في هذه المحافظات لا أكثر ولا أقل، حتى أن المعينين في هذه المحافظات لا يتم تعيين أحد منهم إلا بموافقة الإمارات العربية المتحدة. الأمر تقريبا خارج عن السيطرة الفعلية. صح شكليا الشرعية موجودة والمحافظين موجودين والقادة موجودين، لكن لا يمتلكون من أمرهم شيء. السيطرة الفعلية في هذه المحافظات للإمارات، والشرعية كما يبدو استمتعت بالوضع في البداية. يعني أهلا وسهلا من يحمل عنا جزء من الحمولة وجزء من الثقل، لكن بعدين فقدوا كل شيء. وحينما يذهبون إلى أي محافظة، حينما يذهبون إلى أي معسكر قاعدة الشرعية، من يستقبلهم؟ يستقبلهم الضباط الإماراتيين. نعم، يستقبلونهم ويأخذونهم بالطائرات، يأخذونهم يقومون بترتيب الحراسات عليهم. إذن ماذا بعد ذلك؟ يعني
نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي صالح الجبواني، كنت معنا من لندن. أعود بسؤال لضيفي المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، برأيك لماذا يعني تسعى الإمارات لدعم أجهزة خارجة عن السلطة أو سيطرة الشرعية في اليمن؟ يا أخي العزيز، القصة في الأساس هي قصة مرتبطة بالشرعية. الشرعية، السلطة الشرعية المهترئة هي التي سمحت وهي التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، لأنها هي التي تنازلت وتخلت عن سلطاتها وتخلت عن سيادتها وتخلت عن حقها الذي هو الحق القانوني والحق الرسمي بأن تكون هي صاحبة الرأي الأول والأخير في أي شأن يخص اليمن. ولكن هذه السلطة كما نعرف سلطة تفتقر إلى الكثير من مقومات الذاتية والموضوعية التي تجعلها تقف أمام. لكن إذا كانت ضعيفة هل يجب دعمها أم يجب تشكيل كيانات وقوات يعني ذات مصالح ضيقة؟ يعني هو الطبيعي أن يتم مساءلتها أولا، نقول أنها هي صاحبة السيادة وهي التي تستطيع أن تقول لجميع الدول، لأن الحرب والتدخل في اليمن تم على الأقل من الناحية النظرية والشرعية القانونية من قبل هذه السلطة، وهذه السلطة إن لم تكن قادرة على أن تتصرف وأن تقوم بدورها في هذه الحالة علينا أن نوجه سهام النقد تجاهها هي، لأنها هي التي فرطت بهذه السيادة وهي المسؤولة، كون الآخرون الدول تدخلت تحت غطاء من هذه الشرعية. فاستمرار هذه الشرعية بسكوتها أو بضعفها أو بتهافتها يحملها المسؤولية بالدرجة الأولى. اليمن أصبحت أشبه بمرض، بالرجل مريض عليل، أصبحت أشبه بثور طرح أرضا والجميع يقوم يعبث بهذا الثور ويتقاسمه ويلعب به. ما لم ينهض تنهض اليمن، تنهض الشرعية وتقوم بواجباتها، سنستمر في هذه الدوامة من الفوضى ومن العبث الذي يقوم به محليون أو يقوم به ناس من الخارج. نعم، هنا سؤال أخير سيد عبد الناصر، هل يمكن القول أننا وصلنا إلى مرحلة تتعارض فيها أهداف دولة رئيسة في التحالف مع أهداف الشرعية ذاتها؟ يعني بشكل عام أكيد، يعني أكيد أنه منذ بداية الحرب كانت الهدف الأساسي من هذه الحرب هو استعادة الدولة وعودة السلطة الشرعية كمؤسسات وليس كأشخاص، كمؤسسات هي التي تحكم اليمن. ولكن ببروز المشروع الانفصالي والمشاريع الانفصالية الكثيرة الآن في اليمن تحت مسميات كثيرة، هذا كله يعني بأن الهدف الرئيسي من الحرب انحرف تماما وتحول إلى أهداف لن تؤدي إلى استعادة الدولة، ولكنها هي تعجل في تدمير وتفكيك الدولة. وبالتالي هناك تناقض واضح على السعودية التي هي صاحبة المصلحة الرئيسية، عليها أن تعيد النظر في الكثير من سياستها وأن تعمل مراجعة شاملة كاملة للعملية برمتها حتى تصوب الأهداف التي هي دخلت السعودية من أجلها هذه الحرب. السعودية دخلت من أجل إضعاف إيران ووكلائها في اليمن، ولكن الآن كما نلاحظ ابتعدت المسألة عن هذا الهدف وتم تحقيق الهدف الذي تريده إيران. إيران تريد يمن ممزق مفكك، يمن غير منسجم مع ذاته، هذا هو ما تريده إيران. وكأن الحرب الآن وكأنها تخدم إيران ولا تخدم السعودية ودول التحالف التي دخلت معها. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا من الأردن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام الحلقة. أشكر أيضا ضيفي الآخر كان معنا من لندن المحلل السياسي صالح الجبواني. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله.